السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك معكم واحد المشروب لذيذ جدا بالنسبة للأخوات اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم بواحد السرعة. طلبوا مني بعض الأخوات عندهم يعني مناسبات وراء شهر رمضان، بغاو يعني يزيدوا في الوزن ديالهم بواحد السرعة. اليوم حبيت أنني نعطيكم هذا المشروب، هذا مشروب تيجي لذيذ ومشروب كيعطي النتيجه ديالو. كيف ما غادي تشاهدوا المكونات ديالو، ضروريه انها تحضر جميع المكونات، يعني ما نستغناو على حتى شي مكون، لان كل مكون من هذه المكونات عنده الدور ديالو. المكون الاول على بركه الله اللي غنحتاجو في هذه الوصفه وهو الحليب بودره. لابد من تحضير الحليب بودره، ونحتاجو الى حبه ديال الموز، وغادي نحتاجو ايضا الى ملعقه كبيره من الزبيب يعني من العنب الجاف، وغادي نحتاجو ملعقه من الحلبه تكون منقوعه على الاقل 4 سوايع. انا قمت بالنقع ديال الحلبه ديالي. غادي نستعملو هنا عير ماء الحلبه اللي غادي نخدمو به هذا العصير هذا، باش نقدرو نستعملو يعني ملعقه صغيره الى ملعقه ونصف، نقومو بالنقع ديالها لمدة 4 ساعات باش نحضرو هاد المشروب ديالنا وناخدوه جوج المرات في اليوم. في شهر رمضان ناخدوه مع يعني وجبة الإفطار، وناخدوه قبل وجبة السحور بساعة. هاد المشروب هذا هو مشروب فيه مكون الحلبة كيفتح لينا الشهية، وأيضا الموز والعنب الجاف كيعطينا واحد الطاقة واحد النشاط واحد الحيوية. على بركة الله الطريقة ديال التحضير ديال هاد المشروب. بالنسبه للاخوات اللي يعني بغاو يحيدوا رائحه الحلبه، دائما كنصحكم بالتحميص ديالها قليلا باش تحيدوا واحد 50% ديال الرائحه. في حلقة جاية إن شاء الله انتظروا مني واحد الحلقة خاصة كيفاش تخلصوا تستعملوا الحلبة بدون ما تعطيكم ديك الرائحة اللي مولفين يعني تخليكم أنكم ما تستعملوهاش في الوصفات. غادي نعطيكم طريقة جد بسيطة تعملوها وتناولوا الحلبة بواحد يعني البساطة بلا ما تخلي لكم الرائحة. على بركة الله الطريقة ديال التحضير ديال هذا المشروب هذا طريقة بسيطة. غادي ناخذوا هاد المقادير اللي عطيتكم دابا، هي لتحضير كاس واحد. يعني اما غادي تعاودوا فاش تبغوا تحضروا هذا، تاخذوا هذا العصير قبل وجبه السحور، غادي تحضروه من جديد بنفس المقاييس يعني بنفس المقادير. على بركه الله غادي ناخذوا الكاس ديالنا ديال الطحانه، وغادي ناخذوا ملعقه كبيره من الحليب بودره، وغادي ناخذوا الموزه ديالنا كيف ما كتشاهدوا الموزه تاعنا كامله غادي نديروها في الخلاط، وغادي ناخذوا بطبيعه الحال ملعقه كبيره من العنب الجاف بعد التنظيف ديالها. بطبيعه الحال ننظفوا العنب الجاف ديالنا ملعقه كبيره كيف ما كتشاهدوا، وغادي ناخذوا الحلبه ديالنا غادي ناخذوا فقط الماء هو اللي غادي نستعملوا، ما غاديش نستعملوا الحبوب ديال الحلبه. يعني غادي نقوموا بالتصفيه ديال هذا الماء هذا، نديروه في الخلاط ديالنا عفوا، غادي نصفيه، وغادي هو باش غادي نطحن هذا المشروب ديالي. كيف ما كتشاهدوا بقات لي هنا الحبوب ديال الحلبه، وهنا عطات الماء ديال الحلبه. يعني هذه الكميه اللي حضرت دابا هي كاس واحد فقط اللي غادي تستعملوا مع وجبه الافطار في رمضان. اما في الايام العاديه هذه الوصفه هذه كتخاذ قبل الوجبات الرئيسيه، لان فيها مكون ديال الحلبه اللي كيفتح لينا الشهيه وكيخلينا اننا نتناولوا الطعام ديالنا بطريقه سليمه وطريقه يعني صحيه وطبيعيه. عفوا، المشروب ديالنا احبائي الاعزاء عطانا هنايا تيجي مشروب لذيذ وصحي في نفس الوقت. وهو هذا المشروب هذا يمكن لينا ناخذوه ونعطيوه للاطفال، لان هو كيفتح الشهيه كيف ما كتشاهدوا. الموز والعنب الجاف يعني ما يحتاج اننا نصفيوه،
مشروب صحي كيزيد في الوزن بواحد الشكل رهيب جدا، لان المكونات ديالو صحيه 100%. مكون الحلبه هو فاتح الشهيه، ومكون العنب الجاف هو كيفما كنقول العنب الجاف والموز، فهما ايضا كيزيدوا في الوزن بواحد الشكل رهيب. طريقه استعمال ديال هذا المشروب هذا غادي نستعمله جوج مرات في شهر رمضان، اما في الايام العاديه غادي ناخذوه دائما قبل الوجبات بنصف ساعه، لان فيه كيفما ذكرت لكم مكون الحلبه فهو فاتح الشهيه، وما كتجيش فيه رائحه الحلبه، كيجي لذيذ. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذا المشروب هذا للزياده في الوزن بواحد السرعه رهيبه جدا. الاخوات اللي جربوه زادوا في الوزن ديالهم لحد 5 كيلو في الشهر. هذا المشروب هذا صحي و100%. دائما الناس اللي عندهم حساسيه من بعض من هذه المكونات، او المراه الحامل، او الاشخاص اللي كانوا مصابين بامراض مزمنه، دائما كنصحهم بالاستشاره الطبيه قبل بدايه اي وصفه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء تجربوا هذا المشروب هذا للزياده في الوزن وفتح الشهيه بواحد الطريقه طبيعيه وطريقه صحيه. اللي بغات تزيد في الوزن ديالها بواحد السرعه وما كانش عندها الوقت، يمكن ليها تستعمل هذا المشروب هذا طبعا مع التغذيه الصحيه ومع الرياضه ومع شرب الماء. هذا المشروب هذا في الشهر الفاضل كناخذوه مع وجبه الافطار، وكناخذوه قبل وجبه السحور بنصف ساعه الى ساعه، باش نتناولوا السحور ديالنا واحد، يعني نتناولوا واحد الكميه تاع الطعام صحيه في السحور ديالنا، ونستمروا عليه باذن الله غادي تلاحظوا النتيجه. كنتمنى منكم تجربوا هذا المشروب هذا وما تبخلوش على نفوسكم، لان هذا المشروب هذا صحي ونتيجه ديالو باذن الله 100%. وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء الى كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وما تبخلوش عليا بالانضمام ديالكم الى قناه جربوا حكم متواضعه، وايضا الانضمام الى القناه الثانيه جربوا استفد، مرحبا بكم. وكنتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتشجيع ديالكم بلايك، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.